نحن جدا فخورين بلقاء دعم جديد من مؤسسة هلمز الخيرية لصندوق بلوغ المي الأخير. هذا الصندوق أسس قبل 5 أعوام بالشراكة بين سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ومؤسسة بيل أند ميليندا غيتس فاونديشن للقضاء على الأمراض المدارية المهملة في 7 دول في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بالأخص في دولة اليمن. وإن شاء الله هذه الشراكات تعزز الدعم في القضاء على هذه الأمراض وتسارع في الجهود على القضاء على هذه الأمراض في القارة الأفريقية.